لشرفك لوجدانك. شلون لقيت لي هالاكل هون؟ ان شاء الله عجبك. طيب ما بو شيء. ما بو شيء؟ ولك انا لما بتغدى برا البيت ما باكل غير بهالمطعم. يا اخي انت طيب الدين. ايه ما بو شيء طيب. لك صحتين وهنا. على قلبك. ايه سيدي؟ اعمل لك استراحة شوي عن هالاكل واقرا لي هالغبارة. غبارة شو؟ مشروع جديد ناوي نفسه. حلو. والله هالمشروع عظيم يا ممدوح، واكيد مكسبه مضمون ومحرز. بس شو الفائدة؟ مو مسموع عنا هيك مشاريع. ها ها. لكن ليش انا عازمك على العشاء؟ ايه سيدي. انا شو بقدر فيدك؟ ايه انت بجوز ما بتقدر. بس اخوك بيقدر. مين؟ اخي ماجد؟ ايه اخوك ماجد، مدير المشاريع الاستثمارية. لا وصلت والله. ليش مانك ناوي تحكي لي معه؟ لك مو هون المشكلة. أنا من جهتي بحكي لك معه، بس الأحسن ما نحكي معه بنوب لأنه ما راح يرضى. أخي عقله تريس، مستحيل يعطي استثناءات لحدا ولا يقبل وساط من حدا. فلا تعذب حالك واصرف نظر عن المشروع كله. بس أنا المشروع عاجبني وما راح أنساه لحتى نفذه. صدقني طالما أخي مستلم إدارة المشاريع مشروعه ما بيمشي. لا أن حكيت معه أنا ولا أن حكى معه غيري. أنت بس عرفني عليه وأنا وياه بنتفاهم. أنا واثق إنه بس يقرا الإضبارة ويشوف أهمية المشروع للبلد أكيد راح يوافق ويعطيني الاستثناء اللي بدي إياه. صدقني ما راح تستفيد شيء. لك يا أبو السعود، أنا كل شيء طالبه منك إنه تفوتني لعنده على المكتب. أخي أنت لا تحكي ولا كلمة، أنا اللي بحكي. يعني مصر؟ إي نعم مصر. ماشي. بكرة الساعة 10 الصبح بنروح أنا وياك لعنده. تفضل تفضل كمل عشاك. تفضل. مرحبا استاذ كامل. اهلا اهلا استاذ سعيد. يا اهلين وسهلين. شو اخبارك استاذ؟ الحمد لله بخير. اخي هون؟ ايه هون. عنده حدا؟ لا ما عنده حدا. ممكن فوت لعنده؟ ايه تفضلوا تفضلوا. يا اهلا وسهلا. لا تعذب حالك وتبعته. تفضل. ما رح وافق له. لك يا اخي لانه مشروعه غير نظامي. يا حبيبي لا مشانك ولا مشان غيرك. صحيح انت صديقي بس الصداقه شيء والشغل شيء ثاني. مع السلامه. اهلا وسهلا. يا ميت مرحبا. اهلين اخي. يا ميت مرحبا. اهلين وسهلين. اهلا وسهلا. كيف صح؟ تفضلوا تفضلوا. يا ميت مرحبا. تفضل. شرف. تفضل تفضل. كيفك اخي ابو راضي؟ والله الحمد لله ماشي الحال. وكيف اختي ام راضي؟ ماشي الحال تدعي بسلامتك. وينك يا اخي؟ ليش ما حدا بيشوفك؟ والله شقنا لكم. والله يا اخي ما عم بفضحك راسي، يا من تراني بهالشغل ليل نهار، ايش بدنا نساوي؟ ايه سيدي. على كل حال نحن ما رح ناخذ من وقتك كثير. صديق الاستاذ ممدوح النايت معه اضباره مشروع وحابب يعرضها عليك. فمنشان يعني ما الروتين ياخرها بالديوان وهون وهون وتضل شي جمعه لتوصل لعندك، جبنا لك اياها باليد. تفضلوا سيدي. مشروع منيح كثير ومربح، بس للاسف القوانين ما بتسمح فيه. بس استاذ هذا المشروع عظيم وكبير كتير وبيفيد البلد وبيشغل ايد عامل كتير. ايه بجوز بجوز، بس في اهم منه. تفضل اضبارتك. الحقيقة انا كان عشمي كبير انه تتفهم حيثيات المشروع وتتكرم وتتفضل وتعطيني الاستثناء لتنفيذه. يا ريت. انا اسف. قلت لك ما راح يوافق، ما كنت تصدق، بس سودت لي وشي قدام اخي.
هلا انا اللي سودت وشك ولا انت اللي سودت وشي؟ انا؟ ايه انت، انتظرتك تحكي لك كلمتين مع اخوك ولا كانه قاعد. انت قلت لي عرفني عليه وبس. هلا يعني كان ناقص من لسانك شقفه لو حكيت لك كلمتين وفتحت لي مجال للاخذ والعطا معه. نحن اتفقنا ان يضل ساكت، هيك كان الاتفاق. ايه قوم روح انزل على بيتكم. شكرا. عفوا. لخ ليش عم تضحك؟ ما شاء الله حولك شو ذكي. طبعا ما رح يوافق، ما لقيت تاخذ له غير اخوه. مين بدي اخذ له؟ لكان ابوه، ابوه ميت. هلا انت ما عم تخلص ضحك؟ لانه حكيك بضحي. ياخذ له ابوه قال. لكن مين بتقترح اخذ له؟ هلا انت مالك ناوي تدفع له حق الاستثناء؟ ما بيقبل ياخذ، ما بيقبل. معناتها ما في داعي تاخذ له عدا، لا اخوه ولا ابوه ولا حدا من قرايبينه او اصدقائه. لكن شلون بده يعطيني الاستثناء؟ شلون؟ بيعطيك من راسك لراسه، بتقبضه من هون بيوقع لك من هون. لك ايه؟ بس انا سالت عنه قالوا لي ما بيقبض. هلا انت ما بدك تفهمني ليش رجعت تضحك؟ عم بضحك على حكيك. تقدر تقول لي منين اشترى الفيلا اللي ساكن فيها؟ واشترى السيارة لمرته؟ واشترى السيارة لابنه إذا ما كان عم يقبض؟ إيه أصلاً كل راتبه بالشهر ما بيطلع 10,000 ليرة؟ يعني ما بيشتروا حق بسكليتي؟ لك بس أنا سمعت إنه وردان عن أبوه مبلغ كبير. كذب. إشاعة طلعها هو على حاله لحتى ما حدا يسأله من أين لك هذا؟ أبوه المسكين طول عمره كان يبيع خضرة على العرباي. وضل هيك لحتى مات هو عم يجرى. بس كل اللي سألتهم عنه قالوا لي ما بيقبض. يلي سألتهم ما بيعرفوا عنه غير يلي هو بده اياهم يعرفوه. شوف هو ذكي كتير وحذر كتير وما بيحط ايده بحي الله معاملة ولا بيدني نفسه لقروش مثل ما عم يعمل غيره. من شأن هيك ريحته لهلا ما طلعت. بس لما بتجي معاملة محرزة ومستورة وما في من وراها شو شرف فضايح ما بيقصير. فإذا بدك مشروعك يمشي احكي معه من راسك لراسه بدون لا قريب ولا وسيط. طيب شلون ووين؟ عفوا استاذ، في شخص برا اسمه ممدوح بده اياك. ممدوح؟ هيك من الباب لطاقة جاي يزورني ببيتي؟ قال في شيء ضروري استاذ. الله، طيب خليه يدخل. تفضل. مساء الخير معلم. اهلين وسهلين، هذا انت؟ الحمد لله يا سيدي، منيح اللي تذكرتني. سيدي انا جاي لحتى اعتذر منك لكن سببت لك احراج قدام اخوك. لا ماشي الحال، حصل خير. في شيء غيره؟ ما في غير المشروع اللي عرضته على سيادتك وانا لساتني متامل تعطيني الاستثناء اللازم. وانا جاهز لكل طلباتك سيدي. لك شو عم تقول انت؟ جاي ترشيني ببيتي؟ عفوا سيدي، انا مو هيك قصدي. لكن شو قصدك؟ شو يعني جاهز لكل طلباتي؟ بقصد جاهز اقدم لك اي اوراق او مستندات او اي ضمانات تطلبها بخصوص المشروع سيدي. اخ بس لو ما تكون رفيق اخي كنت طلعتك من هو مقبوض عليك وعلى الحبس فورا. تفضل اطلع لبرا سيدي. بس انا انت شو؟ اطلع لبرا خلصني. لا بتحاول معه مرة ثانية ابدا لانه ما راح يوقع لك على المشروع حتى لو تدفع له مليون ليرة. انت غلطت من الاول لما اخذت له اخوه. قلت لك هذا المدير بيحب تكون كل اموره مستوره، ما صدقتني. والعمل هلا انا حاطط كل املي بهالمشروع. قديش مربح المشروع قلت لي؟ مو اقل من 50 مليون ليرة بالسنة. مربح محرز، محرز تمام. لكن ليش انا قاتل حالي عليه؟ شوف يا ممدوح، انا في براسي خطة بجوز تنجحها. هات لشوف. شو هالخطة بقى؟ شوف ممدوح، المشروع إذا ضل باسمك خلاص ما عاد يمشي مدير مشاريع لأنه حفظ اسمك وشكلك. بس إذا المشروع تعدل شوي وتقدم له باسم واحد تاني وعالسكيتي بدون ما عين ترى وإذن تسمع
بعتقد رح يوافق عليه. باسم مين بدي اقدم له اياه؟ باسمي مثلا. هيك لك باسمك؟ يعني بدك تلهف المشروع على البارد المسريح، وانا كنت مفكر انه عم تخطط لتساعدني. طلعت عم تخطط لتساعد حالك. لا انت طولت بالك علي شوي، فهم مني الخطة وبعدين لومني. هات لشوف، اشرح لي. هلا انت قديش مستعد تدفع لمدير المشاريع لقاء الاستثناء؟ يا سيدي قد ما بده. مستعد تدفع 10 ملايين؟ بدفع. طيب شو رأيك ادخل معك شريك بالمشروع والنص بالنص، ولقاء هالشي انا بدفع ال 10 ملايين زيادة؟ ما بنستفيد شيء، راح بيضل اسمي اللي حافظه حضرة جنابه مكتوب بالإضبارة. لا لا، الإضبارة رح تقدم باسمي لوحدي، بس بنعمل بيناتنا أوراق شراكة لتحفظ لك حقك. ما شو قلت؟ والله إذا بتتكفل بالحصول على الاستثناء من مالك الخاص أنا ما عندي مانع. لكن اعتبر الاستثناء انطبع بالإضبارة. مبروك. الو الو، الهلا طلع، اعطيني استاذ جميل. يلا يلا تفضل. ايوه علم علم. يلا يا شباب السياره جاي. ألف مبروك، ألف 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 مبروك يا أستاذ. شرف شرف، سلم هديتك. هدية شو؟ تفضل، هاي السيارة اللي واقفة هنيك قدامك هاي هي هديتك. شو هالحكي؟ وشو المناسبة اللي تهديني هيك سيارة؟ يا سيدي السيارة هاي هدية من الشركة الصانعة لأول شخص بمر من هالشارع هاد، وبما أنك أنت أول شخص مر من هون فالهدية من نصيبك. ألف مبروك. تفضل استلم سيارتك. لك انت عم تحكي جد ولا عم تمزح؟ لك تكون كاميرا خفية. الحق بإيدك تستغرب، مو كاميرا خفية، المسألة جد. طب أنا إذا أخذت هاي السيارة ورحت سيارتي شو بدي أسوي فيها؟ خليها هون بالطريق؟ لا طبعا، أنت بس أعطينا العنوان والسيارة بتوصلك لبيتك. أنت وين ساكن؟ ساكن بالفيلا اللي هنيك. أصبح أطمن، بعد 5 دقائق بتكون سيارتك على باب الفيلا. تفضل كاب سيارتك جديدة، وهي كرت باسمي. أنت ما حبيت تنقل السيارة لاسمك بتتصل فيي مشان نعمل إجراءات التنازل عنها إلك. يا سعيد وصل له سيارته على باب الفيلا. لحظة لحظة كتبي. Bye.
جماعة هذا اللي صار. في معقولة؟ بدك أنا أصدق يعني؟ هو معكم حق ما تصدقوا، لأنه أنا نفسي ما كنت مصدق. أنت أكيد شايف هالقصة بالمنام أو قريانة بشي رواية. طيب إذا مالكم مصدقين هلا رح تشوفوها. إيه منشوفها. منشوفها شو عليه؟ هاي هي السيارة، وحتى تصدقوني أكثر رح أركبها قدامكم وروح فيها على البيت، وما رح أخذكم معي. لحظة، شو السيارة؟ باي. لحظة، لك طلعت سيارته عن حقها؟ أخي سيارته سيارته ما اختلفنا، بس أكيد ما عطوه إياها هدية لأنه مر أول واحد بالشارع. هذا أكيد أبوها بيشلو شي هبشة مرتبة وشاروا ليها، بس مشان ما ينكشف قدام العالم اخترعوا هالقصة اللي ما بتتصدق. معك حق، ما حدا رح يصدقون. المرسيدس قال لك يخرب بيته على هالكذبة. شري بس سيارته برا. ما بعرف بس ما شفته هون. متأكدة؟ طبعا. روحي شوفي لي اياه اوضة من هالاوض، بركي فات على الفيلا بدون ما تنتبهوا. حاضر ستي. عجلي. روحي جهزي الغداء. حاضر ستي. بدي يكون راح معقول. مرحبا. لك وين كنت؟ اي وين بتكون يعني؟ بالجامعة. بشو رحت على الجامعة؟ بالسيارة. بشو بدي روح؟ بس سيارتك مصفوفة برا قدام الفيلا. قصدك البيجو؟ ليش عندك سيارة تانية؟ إلك أنا اللي عندي، وأحلى سيارة كمان، مرسيدس جديدة خلنج. شو الحكي؟ منلك؟ إذا حكيت لك ما رح تصدقيني ورح تضحك علي. لا ما رح أضحك، شو الحكي ها؟ أنت احكي، صدق، هات لشوف. اسمعي لك أنا على هالقصة. هذا يا ستي لكن لمين هالمرسيدس الجديدة اللي صافي برا؟ راضي عم يقول إنه إلو. إلو؟ شلون إلو؟ من إلو؟ شو بيعرفني؟ هو حكالي القصة.
وقال لي منين اجته، بس كلها ما دخلت براسي هاي الشغلة. بركي انت اذا بتحكي معه بتفهم منه شيء. الحاني على المكتب. شريف هلأ أنت أجدب ولا عم تجدب علي؟ لا يا بابا، لاني أجدب ولا عم بجدب عليك، سلامتك. يعني بدك ياني صدق هالقصة الخرافية يلي حكيت لي إياها؟ هو صحيح القصة ما بتتصدق، بس الله وكيلك هي الحقيقة. وين الكرت اللي أعطاك إياه؟ هاي الكرت جميل البردان؟ كأني سمعان بهالاسم قبل هالمرة. بجوز. الو، انا ماجد الهبيان مدير المشاريع، بدي احكي مع الاستاذ جميل البردان. حضرتك جميل؟ استاذ جميل ممكن تمر لعندي بكره على المكتب، يعني الساعه 9 الصبح. لا ما في شيء، حابب اتعرف عليك. اوكي انا بانتظارك. سهلا جميل بردان. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تفضل. شكرا. يا اهلين وسهلين. ايه سيدي، شو قصه سياره المرسيدس اللي هديتها لابني؟ ليش ما حكى لك المحروس ابنك؟ لا حكى لي بس ما صدقته. معك حق، القصه ما بتصدق، بس السياره هي الواقع هي هديه مني شخصيا للمحروس ابنك. وشو المناسبه؟ احتفالنا بهالمشروع. مشروع محرز؟ ايه بس ناقصه توقيع صغير من حضرتك. حدا له علم بالموضوع؟ لا لا اطمن، ما حدا بيعرف فيه غير انا وانت بس. هو بيني وبينك المشروع مهم وما عندي مانع ابدا استفيض بدراسته، والا ما لاقي له هيك فتوى بهالقوانين ونفذه منها، بس بشرط. يا سيدي الشروط، الشرط اللي بدك اياه. شرطي الوحيد هو انك تسحب السياره من ابني. ليش ما عجبته؟ اذا ما عجبته بدل له اياها باحسن منها فورا. لا 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 لا، الموضوع غير هيك. الموضوع اني ما بقدر اقبل منك هديه لانها رشوه. رشوه مفضوحه. عفوا استاذ، هي ما لها رشوه، هي هديه مني شخصيا للاستاذ راضي، وانت ما لك علاقه فيها ابدا. طيب بقبلها بشرط تاخذ حقها. وانا موافق، اعطيني 100. 100 مليون؟ لا شو 100 مليون؟ 100 ألف؟ لا 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 ولا 100 ألف. لكن شو؟ 100 ليره بس. شو هالحكي؟ معقول هيك سياره يكون حقها 100 ليره بس؟ ايه هيك موقف علي. معقول؟ معقول تكون موقف عليك ب 100 ليره بس؟ صدقني هي هي الحقيقه. طيب اذا كان هيك تفضل، هي 500 ليره، يا ريت تجيب لي فيهم 4 سيارات ثانيين بس ما يكون فيها عذاب لإلك. لا 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 ولو على عيني. هات المطبرة لإلك.